وينضم إلينا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. معالي السفير، بعد التحية، هناك الكثير من الفعاليات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ربما كان الأقرب هو الاجتماعات السنوية أو مؤتمر الاجتماعات السنوية الخاصة ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، وتابعناها جميعا، واليوم بتنعقد النسخة الثالثة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في توقيت بالغ الأهمية. برأيك معالي السفير، يعني قراءتك لدور مصر في دعم القارة الإفريقية ومواجهة مختلف التحديات التي تمر بها قارتنا الأم؟ مصر لها دور، يعني مميز، دور ريادي، حقق نقلات نوعية في جميع الملفات الخاصة بالقارة الأفريقية. القارة الأفريقية بتواجه العديد من التحديات، منها ما هو قديم ومنها ما هو مستحدث، ومصر في الحالتين بتلعب دور محوري في كليهما. فيما يتعلق بالأسباب القديمة أو الظروف التي أوجدت تحديات قديمة، تتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة، فضلا عن القضايا السياسية الساخنة التي تهدد الأمن والاستقرار للقارة. فمصر لها دور في هذا الصدد، ونحن نعلم مدى ما تقوم به في دعم مكافحة الإرهاب والمراكز الخاصة بالتعاون ما بين الدول الأفريقية المنشأة في مصر للتبادل المعلومات والمعلومات المخابراتية والبيانات لمكافحة الإرهاب. نعم. وأيضا فيما يتعلق في فترة ما بعد النزاعات، هناك مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة البناء والإعمار لمرحلة ما بعد النزاعات، وهذا الماضي يؤكد دور مصري سواء كان فيما يتعلق في الأمن وتحقيق السلام والأمن والاستقرار بمكافحة الإرهاب، وأيضا ما يتعلق بدفع عملية التنمية المستدامة في كافة المجالات بمثل هذا المركز، فضلا عن دورها في إطار العلاقات الثنائية وإطار المؤتمرات والمنظمات والنظم المتعددة الأطراف. وبالتالي الدور المصري في هذا المجال دور رائد ومتميز. أما فيما يتعلق بالعمليات المستحدثة أو الأسباب المستحدثة، وهي ثلاثة: الأزمة الأوكرانية وما فرضته من تحديات تتعلق بالطاقة والغاز والأمن الغذائي، وأيضا جائحة كورونا وما ترتب عليه من حالة اقتصادية تتجه إلى التراجع في كافة الدول الأفريقية بصفة خاصة، فضلا عن أن اقتصادات الدول الأفريقية تعاني أصلا من أزمات اقتصادية، لعل من أبرز عبء الديون وجذور مصر فيها في تخفيف هذا العبء أو إزالته. أيضا فيما يتعلق ب الموضوعات الخاصة بتغيرات المناخ، وتغيرات المناخ نحن نعلم أن مصر ستشهد مؤتمر في نوفمبر القادم لمواجهة تحديات المناخ، وضرورة أن يكون المؤتمر لإنفاذ التعهدات الغربية سواء بانتعادات مالية أو نقل التكنولوجيا، وأن هذا المؤتمر أيضا هو مؤتمر أفريقيا بالدرجة الأولى، باعتبار أن أفريقيا هي الأكثر تأثرا بتغيرات المناخ والأقل سببا فيها. نعم. معالي السفير، تحدثت عن الكثير من الملفات التي تطرق إليها السيد الرئيس في كلمته، وهي من أبرز التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية فيما يتعلق بدعم الأمن والاستقرار، وأيضا عملية إعادة الإعمار فيما بعد النزاعات، وكذلك أيضا التحديات الخاصة بتغير المناخ باعتبار أن القارة الأفريقية هي الأكثر عرضة لتغير المناخ. وأيضا هناك ملف في منتهى الأهمية السيد الرئيس تطرق إليه، وهو أزمة الغذاء في القارة الإفريقية، وأهمية أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، وليس فقط مجرد مواجهة هذه الأزمة، ولكن أن يكون هناك اكتفاء ذاتي من خلال استخدام الميكنة والتطور في الزراعة، وهذا هو ما أشار إليه السيد الرئيس. قراءتك لهذا الملف تحديدا وأهميته وخطورته في القارة الإفريقية؟ لا شك الأمن الغذائي، يعني نستطيع أن نقول أن القارة الأفريقية وأيضا بما ذلك المنطقة العربية لديها من الإمكانيات والقدرات في حال توفر التكنولوجيا والاستثمارات المطلوبة أن توفر الأمن الغذائي للقارة الأفريقية والمنطقة العربية، بل وربما للعالم أجمع. القارة الأفريقية لديها مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، لديها ثروة حيوانية ضخمة، لديها ثروات بحرية كبيرة، لديها فرص لإقامة صناعات مرتبطة بالأمن الغذائي، هناك ايضا استخدام التكنولوجيا الحديثه لزياده يعني المحاصيل والانتاجيه ومعدلات الانتاج،
وتحسين النوعية، كل هذه الأمور أعتقد أنها متوفرة لدى القارة الأفريقية على النحو الذي يمكنها أن تحقق فعلا الأمن الغذائي للقارة وأيضا لدول أخرى خارج القارة الأفريقية. وأنا أعتقد أن الحال توافر الدعم المطلوب من جانب الدول الغنية التي تعهدت من قبل فيما يتعلق بتغيرات المناخ وفيما يتعلق أيضا بجائحة كورونا، يستطيع الدول والاستثمارات التي يمكن أن تأتي من خلال الدور المصري الكبير الذي طلع به خاصة في فترة الثلاثة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى المتعدد، سواء على مستوى القطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص الأفريقي والأجنبي، أستطيع أن أقول أن فرص تحقيق الأمن الغذائي ده على درجة عالية من النوعية وكثافة الإنتاج أمر ممكن أن يتحقق، بل سيكون هناك فرص كمان للصناعات ونشاط العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض وبين أفريقيا والعالم الخارجي. إذا هذه التحديات الخاصة بأزمة الغذاء بتتطلب اتخاذ معالي السفير حزمة من التدابير العاجلة والفعالة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، كيف يمكن أن يتحقق ذلك وكيف يمكن أن يتحقق ذلك تحديدا في ظل التكاتف المشترك وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة ونافذة على أرض الواقع من خلال التنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين؟ واضح أن هناك طبعا كما نعلم جميعا أن هناك برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نعم، وبرنامج أيضا الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة اللي هو 2063 والأمم المتحدة 2030. هناك تنسيق تام في بين الجانبين، هناك مؤتمرات بتعقد لهذا الغرض، هناك آليات عبارة عن منظمات إقليمية ودولية متخصصة في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هناك زخم كبير من جانب الدول الأفريقية والدول المتقدمة والدول الغنية ودول العالم، وخاصة أن مصر بتلعب دور محوري في هذا الصدد، يمكن من خلال هذه الآليات ومن خلال هذا التنسيق والتشاور في إطار البرنامجين اللي أشرت إليهم ممكن أن يحدث تقدما كبيرا فيما يتعلق بالقضايا والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية. نعم، كما ذكرت أيضا معالي السفير أن القارة الأفريقية بتواجه تحديات في منتهى الخطورة بتتعلق بحالة السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وفي هذا الإطار السيد الرئيس أشار إلى حرص مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية الخاصة بهذه الظاهرة. يعني قراءتك لهذا الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية في ضوء إنشاء هذا المركز؟ مصر بتلعب دور محوري سواء في مكافحة الإرهاب من خلال هذا المركز باعتباره من إحدى الآليات التي تستخدم في هذا الصدد. هناك أيضا مبادرة إسكات البنادق، وهي أمر يعني مبادرة في غاية الأهمية، وهناك صحيح يعني جهود مكثفة لإخراجها إلى حيز التنفيذ على النحو الذي يمكن أن تنتهي الصراعات في القارة الأفريقية في خلال هذا العام أو العام القادم إن لم يتم في هذا العام، لأن تأخر إنفاذ هذه المبادرة منذ سنة أو سنتين. إذن المبادرة زائد الدور المصري فيما يتعلق بهذا المركز، سواء فيما يتعلق أيضا بالتعاون اللي بنقدمه مصر لبعض الدول الأفريقية في الإطار الثنائي أو الإطار المتعدد لمواجهة الإرهاب ومكافحته، أيضا فيما يتعلق بدور مصر في قضايا سياسية ساخنة بتعمل على التوسط أو الاطلاع بدور من أجل التوصل إلى حلول هذه القضايا على النحو الذي يوفر الأمن والاستقرار والمناخ الملائم لعملية التنمية المستدامة في القطاعات الإنتاجية العديدة الخاصة بها. نعم، أشكرك جزيل الشكر السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا.